الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. طاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الغفلي. اليوم مبرد انا مع ان نص الاذاعه لابسين جاكيت اليوم ميرا، ها زين. وعندنا في الاخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. تفضل دكتوره. وخلص البرنامج. صباح الورد وصباحكم جمال في يوم الخميس الونيس اخر يوم في الاسبوع، فاليوم ان شاء الله بعد نهايه الدوام نروح على الويكند، مو نشد من الدوام لا، بعد نهايه الدوام بعد ما نفصل الساعه 2:30 ونطلع نهد مشاكل الدوام في الدوام، نستعد للويكند بروح ايجابيه عشان نستانس بالويكند ونرجع للدوام ان شاء الله يوم الاحد الصبح. صباح عليكم. واللي دوام شفتات ودام شبته صراحة هذيل أبطال والجنود المجهولون، والله يعطيهم ألف صحة وعافية. فنصبح عليكم ونذكركم برقم التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي بس اليوم على الانستغرام. طبعا هاي قنوات التواصل، لأن في النهاية وفي البداية برنامج صحة وسعادة هو برنامجكم، هو برنامج أنتوا تثرونه، إحنا مجرد مذيعين ومقدمين فيه، ولكن المادة الأصلية للبرنامج هي من خلال اقتراحاتكم ملاحظاتكم حضاتكم تواصلكم معنا، مواضيع حابين نناقشها في صحة وسعادة فتواصلوا معنا. في مواضيع فعلا نضيفه مميزين مثل كل حلقة، شاركونا مع ضيوفنا، ترى أنتوا تثرون اللقاء بهالطريقة. إحنا ممكن كمذيع ومذيع نسأل بعض الأسئلة، ولكن الكم الأكبر من الأسئلة والفائدة الأكبر تم لما أنتوا تشاركوا معنا، صح يا محمود؟ والله نص كلامك صح مو كله. طبيعي لو قال كل كلامي صح. أنا بشكر أم محمود مبدلينا. أوكي شكرا. شكرا عفوا. طيب، حبة دوائية واحدة أسبوعيا لعلاج الإيدز بدلا من الحبوب اليومية. توصل باحثون إلى ابتكار حبة دوائية لعلاج الإيدز تتحرر المادة الفعالة منها ببطء، بحيث يمكن تناولها مرة واحدة أسبوعيا بدل من تناولها بشكل يومي كما هو متبع مع الأدوية المستخدمة حاليا، ويمكنها يعني أن تساعد على السيطرة على المرض والوقاية من الإصابة بأنواع العدوى بأنواع عدوى جديدة بفيروس الـ HIV. تفضل يا دكتور. لا يعني أساعدك تقرأ المقال. ما عليك كملي. وعلى الرغم من الحبة الدوائية الجديدة لا تزال في مراحل التطوير والتجربة الأولى، إلا أنها تحتوي نفس المادة الفعالة المضادة للفيروسات، وهي المادة التي أحدثت ثورة في علاج الإيدز، ويعود اكتشافها إلى تسعينات القرن الماضي، حيث أن العلاج بهذه المادة حول داء الإيدز من مرض قاتل إلى مرض مزمن يمكن السيطرة عليه. يقول المعد الرئيسي الدكتور جيوفاني ترافيرسو، يمكن الحبة الدوائية الأسبوعية أن تغير من كل ذلك وأن تسهل على المريض تناول الدواء، حيث أنه من المعروف لدينا بأن قلة عدد مرات تناول الدواء تزيد من فرصة التزام المريض بالخطة العلاجية. ترافيرسو يضيف أن تأخذ الحبة الدوائية الجديدة شكلا نجميا سباعيا لكي تستوعب عدة جرعات من مزيج المادة الدوائية والبولومير، وتبقى الحبة الدوائية في المعدة لمدة أسبوع كامل، وفي كل يوم تنفتح يعني حجرة من الحجرات السبعة وتحرر المادة الدوائية الخاصة بيوم واحد. وقد أظهرت التجارب الأولية على الخنازير وانتم بكرامة بأن
الحبة الدوائية تعمل بشكل جيد، ومن المفترض أن تبدأ التجربة السريرية على البشر في غضون سنة أو سنتين، وقد تتوفر الحبة في الأسواق في غضون 5 سنوات. جرى تمويل الدراسة من قبل مؤسسة بيل وميلندا جيتس والمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، وجرى نشرها في عدد يناير من ناتشر كوميونيكيشن. نيتشر كوميونيكيشن. إنزين عموما دكتورة، يعني الحين أنا ما أبغى أتكلم عن موضوع الإيدز، الكل عارف يعني هذا الموضوع، ويعرف الوقاية ويعرف المرض ويعرف كل شيء، كل هذه الأمور يعني صارت عليها توعية كبيرة، ولكن الفكرة فكرة الحبة هذه اللي تتم في البطن 7 أيام وكل يوم شيء ينطلق منها، أنا هذه مبدع شمخ شوية، أحس في شيء ما أدري غريب. هي الفكرة إن كيف هم ضار سووا دراسة إنه عشان ما يخلون المشكلة كانت عندهم محمود، طبعا المشكلة مو بس في الإيدز، في كافة الأمراض المزمنة بالضبط. والالتزام بأخذ الحبة كل يوم، فهم ضار درسوا بطانة المعدة كيف ممكن أثبت الكبسولة ما تدوى نفسها تلتصق ببطانة المعدة وما تنهضم مع الانزيمات مات المعدة، وما يتم استخراجها من المعدة، ما تطلع من المعدة للأمعاء، فتتم ثابتة وبشكل نجمة، فكل يوم ينفتح منها كبسولة. طبعا هي قيد الدراسة حاليا، وممكن في ناس تقول إذا ما دام الحين قيد الدراسة وجربوها على الحيوانات وبيجربونها خلال البشر، ليش تاخذ 5 سنوات ليه ما بيطلعونها؟ الفكرة لما نسوي احنا تجارب على البشر ما يتم الاستعجال، مثلا سوينا سنة وشفنا انه ناجح نطلعها في السوق، يدرسون الآثار الجانبية للدواء على المرض سنوات، في دراسات تستمر 10 سنوات بعدين يطلع الدواء للناس عشان يستخدمونه. طيب احيانا نسمع دكتور ان في ادوية هي مفروض انها موجودة وتعالج العديد من الامراض، لكن عشان شركات الدواء ما تخسر يودونها العلاجات هذه، هل الكلام هذا سليم؟ ان ادوية مفروض تعالج بعض الامراض؟ في ادوية يعني عند هذا، يعني في امراض في لها ادوية ما ينزلونها في السوق، عشان اذا نزلوهن بيخسرون شركات الادوية في مجالات ثانية. ما اقدر اكد او انفي هالمعلومة محمود، مو متأكدة منها 100%، ولكن سمعت ان احيانا الادوية الفعالة جدا في علاج بعض الامراض، نفس الامراض نفس الايدز، ترى الشركات ما تنزل منها بكميات كافية، تنزل شوية وتيود الدواء فترة طويلة بحيث يسوي حاجة في السوق قدرت تنزله. في بعض الكلام كان يطلع شركات ادوية هالكلام، بس انه ما ينزلونه عشان ما تخسر الشركات، يعني مثلا ما انزل مثلا دواء للانفلونزا خلاص انه ما يصيب الانسان انفلونزا عشان الشركة المصنعة مثلا تطعيم الانفلونزا ما تتأثر. ما ادري اذا في شيء موجود في الماركت او لا، بس هو سوق في النهاية، وسوق الادوية سوق ضخم وميزانيته بالمليارات، والأدوية ما شاء الله سوق ما شاء الله يعني. وهي نقطة مهمة محمود بخصوص الأدوية. قبل يومين جتني شكوى في العيادة إن في دواء متوفر في الصيدلية برا، والمتعامل يقول ما حصلت منه في صيدليتنا، هو نفس الدواء ولكن اختلاف الشركات محمود. يعني أبسط شيء هي الباراسيتامول، حبوب الألم المعروفة هذه اسمها باراسيتامول، ولكن عندنا احنا لا اسم، لو رحت برا لا اسم، رحت امريكا لا اسم ثاني، بس نفس التركيبة، فالناس تخوف احيانا لما تلاقي الاسم مختلف. زين شو اللي يفرق دكتور الحين البراند هذا مثلا هذا احسن من هذا ولا هذا احسن من هذا، ولا كلهم يعطون نفس المفعول؟ نفس المفعول محمود، ولكن يعني مثلا الدواء الف 10 شركات تصنعه، انا ما يحق لي اسميه بنفس الاسم اللي بتصنعه الشركة الثانية، فاعطيه اسم مختلف. عشان شل القهوة هني لان انت اخاف تصبينها علي. زين كملي. فهو اختلاف الشركات فقط، ولكن التركيبة الكيميائية نفس الشيء، ودائما إذا عندك أنت شك قبل ما تحكم. سؤالي دكتورة. نعم. يعني هذا في براند هني زين، وفي براند آخر نفس التركيبة ونفس الشيء، زين ليش أنا باخذ هذا البراند ما باخذ هذا، وليش باخذ هذا ما باخذ هذاك؟ طبعا انت يعتمد على انت تقولي اثنيناتهم نفس الشيء خلي الارخص نفس الشيء. ممكن حتى اختلاف السعر ترى محمود احيانا ما يكون وايد كبير، ولكن في ناس مثلا في الهيئه متعودين على دواء معين سنوات مع شركه معينه، هالشركه وقفت او ما تعاقدنا معاه يبنى شركه ثانيه، هو نفس المركب. واحنا محمود قبل ما يدخل اي دواء نتاكد انه سليم، انه يؤدي نفس المفعول وعليه تراخيص، فما نحاتي من هالمنطقه يعني انه تغيرت الشركه مع تغير الدواء، التركيبه الكيميائيه نفسها ولكن اسم مختلف. طيب نحن نطلع فاصل، إن شاء الله بعد الفاصل بنتحدث عن مبادرة توصيل الأغذية إلى المنازل، منازل المرضى، مع الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ساعة
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. مرحبا محمود، كيف الحال؟ ودكتور ندى صباح الورد، يا ترى في حد عنده فكرة عن لوحة توزيع الطاقة الإيجابية في البيت؟ هذا أنا ما أؤمن أن في لوحة توزع الطاقة الإيجابية. أنتوا كونوا إيجابية يا جماعة، شغلوا القرآن في البيت انتشر الطاقة الإيجابية أوتوماتيك. لترى بالبركة للوصلاوية في الاستوديو دكتورة فحدة تقول هي وصلاوية انتي؟ لا تقول عن الطاقة الإيجابية، شغلوا القرآن. زين ممتاز. طيب سعد الله صباحك دكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. نحن نتكلم عن أن هيئة الصحة بدبي أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة جديدة تهدف إلى توصيل الأغذية إلى المرضى في منازلهم من خلال اتفاقية قامت بتوقيعها مع إحدى الشركات المتخصصة في التغذية الصحية للمرضى. نحن دكتور نعرف أن هنالك يعني في شركات كذا الواحد يتعاقد معاهم في أشياء معينة يوفروا له وجبات غذائية. بالنسبة للاتفاقية اللي أنتوا سويتوها الحين، فنبغي نتكلم نعرف شو تفاصيل، عشان أنا عندي وايد أسئلة يمكن أنا بعد استفيد من هذه الخدمة إن شاء الله. بس أنا مو مريض يعني، بس أبغي أدخل فيها. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، بيسعدني أكون معكم. أكيد المبادرة اسمها تغذيتك سر سعادتك، DHA@home، يعني هيئة صحة دبي في المنزل. المعنى فيها أنه عندنا المريض في المستشفيات، ولما في الرعاية الصحية لما يكون موجود في المستشفى، خصوصا اللي هم لفترة طويلة الأمراض المزمنة، ويكون بس تام في المستشفى عشان ياخذ التغذية تبعته، التغذية الأنبوبية أو التغذية الوردية، أو عنده مثلا نقص في بعض العناصر الغذائية بدك تعطيه supplements، مكملات غذائية. اللي بيحصل كان عندنا النظام كالتالي، ما بعرف إذا بتحب توجيها. كان بداية المستشفى يطلب من الاستورات، الاستورات تودي للمستشفيات، المخازن يعني، من المخازن تطلب الاوردر يروح للمستشفى، المستشفى يودي يطلب اخصائي التغذية، يروح عند اخصائي التغذية، بعد ما يروح المحاسب وكذا وهيك يستنى يثريا في الدور لين يجيبونه من المخزن، لانه ما يكون في المكتب، بياخذ مدة شهر او شهرين او ثلاثة، وبعدين يودي البيت، يرجع بعد شهر ياخذ الكمية ثاني مرة، يوقف بنفس السيركولي نفس الدور، يستنى الاوردر وكذا. الان زي ما انت شايف من الوكيل الى المنزل عن طريق التراك. اللي بيحصل انه احنا حنوصله اياه دايركت للبيت. كيف المريض طلع من المستشفى وطلب الطبيب نوع من التغذية اللي لازم ياخدها، فشو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه حيكون في بروسيس كتير بسيط، دور أخصائية التغذية والطبيب، الطبيب يوصف الأكل، أخصائية التغذية تعتمد الكميات، تبعتها بالإيميل للمخازن، للمخزن، المخزن يبعت الأوردر للوكيل، الوكيل يجهز الكمية باسم المريض، برقم الموبايل، برقم البطاقة الصحية، يعمل الأوردر، الوكيل خلاص بالتراك يوصلها مع ممرضة، عينوا ممرضة خاصة فقط لتشرح للمريض كيف الأكل بده يتاخذ، كيف يتخزن، إذا عنده أي استفسار. هاي مش لكبار السن فقط، هاي لكبار السن، لأي حدا على تغذية أنبوبية، لأي حدا معاق، لأصحاب الهمم الله يحفظهم، لكل حد بحاجة لتغذية منزلية. تغذية منزلية عرفتي؟ والأغذية اللي تتوصل دكتورة وفاء هي أغذية فعلا، وهي بس فقط مكملات؟ لا لا لا، وأغذية أنبوبية. الأغذية أنبوبية ومكملات غذائية، يعني حسب حاجة المريض شو اللي الطبيب طلبه. ودور أخصائي التغذية بعد ما خلاص وصل عنده تتصل في التليفون عشان نتأكد هل الكمية اللي طلبتها عن طريق الطبيب هي صحيحة. بعد ما تتأكد تبعت إيميل للمخازن تم تسليم المريض، يعني هي عبارة عن تليفونين بداية الأوردر وتأكيد الهي. على طار التليفونات دكتورة، نعم. سمحي بقاطعك بالخير، فضل. نأخذ هذه المداخلة بس ومنكمل معاك الحوار. ألو صباح الخير. صباح النور والسرور، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أخوي تفضل. كيف الحال؟ طيبين؟ بخير الله يسلمك. عندي استفسار وعندي سؤال. تفضل. اولا انا مصاب بمرض اللوكيميا، بسم الله عليكم، اللي هو CML. تمام. وتكلفه علاجي سنويا الدوله تصرف علي 300,000، لان الدبه الوحده 18,000 مع الفحوصات مع كذا. فاستفساري هناك قالوا لي، انا بعد ما صفحت النت وسالت، ان
في علاج دائم اللي هو زراعة المشيمة. الخلايا الجذعية. نعم. نعم. وزراعة الخلايا الجذعية أعتقد تكلف 100 أو 150 ألف. أعتقد مش متأكد. إذا كان هذا الكلام صحيح، ليش ما يتم زراعة الخلايا الجذعية ويكون علاج دائم بدل ما أن أنا كل سنويا الدولة تصرف عليه 300 ألف؟ ممتاز. أنا مصاب بالمرض هذا من 3 سنين، يعني الحين 900 ألف. السؤال الثاني أخوي، كان عندك استفسار ثاني بعد؟ هو هذا الاستفسار. واضح واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. ما عرفت اسمك. زراعة الخلايا الجذعية تشفي بالمرة. بتسمع بتسمع الإجابة بس ما عرفت اسمك أنا. إن شاء الله. عبدالله. عبدالله تسلم يا عبدالله، شكرا لك. الله يحفظكم. دكتورة، هذا 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 سؤال يعني اردنا نعرف انه في شروط معينة، في اشياء معينة حتى للجسم نفسه. صحيح. فخبرينا على السريع وعشان انا بخبرك باختصار بعد، لان مو بصاحبة الاختصاص في هالمجال، يبالك طبيب مختص. كان دكتور عصام الظهير تكلم عن هذا الموضوع سابقا. فزراعة الخلايا الجذعية اخوي ليست لجميع المرضى، هناك اشتراطات كثيرة تكون على مسألة الخلايا الجذعية حسب الحالة، فاحنا ما نقدر نحكم هل حالتك ينفع لنا زراعة الخلايا الجذعية أم لا، فهذا أفضل تناقشه مع طبيب الأمراض الدم اللي تتابع معه وتشوف هل أنت مؤهل، جسمك مناعتك وغيره من الأشياء، هل أنت مؤهل أو لا لزراعة الخلايا الجذعية. إنزين، شو الاشتراطات اللي لازم تكون؟ لازم يكون في مستوى المناعة عنده بشكل معين، صحته بشكل عام تكون بشكل معين، حتى قبول جسمه للخلايا الجذعية بعد يعتمد من شخص إلى آخر، فهذه يبالها طبيب مختص في المناعة وفي أمراض الدم. جميل. إذا نرجع حق موضوعنا، مبادرة توصيل الأغذية إلى المنازل. دكتورة وفاء تسامحيني كمان. لا مسموح. طبعا هي هي مرحلتين. المرحلة الأولى انه وهي احنا تبع أجندة السعادة اكيد. صحيح. تبع دبي، فاحنا بدنا نسعد المريض بحيث انه ما يجي وينتظر ويستم نقلل نمنع اكشلي. هلا هون ما حيكون في انتظار. صحيح. المرحلة الأولى زي ما قلت لك حيكون فيها انه نوصل للبيت وفي الممرضة وفي معاها خط ساخن 24 ساعة. هاي الممرضة وقفت البامب، خلص الأكل، حطته في مكان غلط مثلا، تخزينه مش مظبوط، طعمه مش لائق، على طول هي موجودة، تروح عندهم على البيت وتكون موجودة. هذا يعني المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في عملنا سمارت آب بحيث إنه يكون فيها دايتيشن معاهم بالبيت، يعني 24 ساعة تكون متواجدة إن شاء الله. إحنا هلا مجتمعين مع إدارة تقنية المعلومات عندنا في الهيئة حتى نشوف كيف نقدر نطبق هذا الموضوع. وحيكون اهم شيء انه المريض ما ينقطع من الاكل تبعه. مثلا على سبيل المثال خلص وضايل علبه واحده لليوم، والمريض هذا غذائه الوحيد، يعني ابوه او اخوه او ابنه وتبع، بس على الاب ببعت والله انا عندي كذا كذا انه ما موجود، او والحاليا حيكون الهوت لاين، لكن مبدئيا حيكون عن طريق الهاي والله ضايل عندي واحده. مثلا اضطروا يسافروا عنده بالبيت 7 علب، لما هيرجع هي وهو واصل، وكل شهر كل اخر شهر توصيل يعني اوتوماتيكلي، الا اذا لغى المريض، يعني انت حتى مش مضطر تتصل فينا. خلص المريض عارف انه كل اخر شهر، اخر اسبوع من اخر شهر حيوصل له الدليفري. اذا سافر محمود ببعت بالهوت لاين او بالاب انه انا مسافر، السك الثاني ما حيوصله. ممتاز ممتاز. هذا التكلفة على الهيئة أقل. أكيد أكيد. طيب دكتورة، يعني تبغين تضيفين شيء حول هذا الموضوع بعد؟ بشكر طبعا الشركة اللي دعمتنا، وأهم واحد أشكر المعالي لأنه آمن بأنه سعاد المريض. يعني هاي رؤية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. الله يطول عمره يا رب. آمين يا رب. إحنا نروح للمريض وهذا الهدف. معالي اقتنع في الموضوع. ممتاز. الحمد لله. أنا دكتورة يعني أبغي شغلة الحين. أنتوا ليش ما تسوونا مثل هذه الخدمات؟ سوونا شغلة أن الواحد يدخل معاكم نظام غذائي. هذا النظام الغذائي أنتوا توفروا لنا الأكل وتوفروا لنا كذا وهذا، وندش يعني ندفع مبلغ معين، من خلال هذا المبلغ توصلونا الأكل اللي عندنا. ليش ما سوونا هذا الشيء؟ يحب هذه الفكرة. والله شوف أنا عم بعمل فكرة لسه ألذ من هاي شوي. يعني الأكل ألذ يعني ولا الفكرة؟ لا لا الفكرة ألذ. مش أقول لك ليه. لأنه شوف محمود، أنا كتير بآمن إن أنا ممكن أكل أي شيء، بس اعرف كيف اكله بذكاء. اشكرك والله محمود. يعني لحظه انت الحين اقول لك شو تسوي هذا الصرح ولا ما اقول؟ يعني دكتوره خليني ساكت احسن. يلا تفضل. فاللي حصل احنا اجتمعنا كمان، يعني في مبادره ان شاء الله قريبا وافق عليها المعالي الله يطول عمره اسمها هلو دايتيشن. هلو دايتيشن معنا. اجتمعنا مع اداره تقنيه المعلومات مشكورين وجوله عندنا، وعندنا اجتماعات معاهم. حيكون معك الدايتيشن بحيث انك انت في
مسافر، انت اكثر واحد بتسافر باذن الله عشان تعطينا العلم برا عن البلدان. في المطاعم اللي انت موجود فيها حبيت تاكل اكل وانت مو عارف كيف تاكل، بتبعت لي صوره وانا موجوده معك بقول لك نعم فيك تاكل نص الكمية، كل الكمية، ربع الكمية، وأكون معك بحيث أني أنا أخطط لك الأكل 24/7. ممتاز. يعني هتكون معك دايتيشن 24 ساعة وأنت تختار دايتيشن بدك إياها. جميل، هذا أنت تقولين بس خليها زين، بس أنا 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 رأيي زين الأحلى أطبخ الأكل وبعت لك إياه، يعني سووا لنا شيء مثل هذا معنا والله ممكن نعمله معنا يعني هذا محمود ترى حين يكون صعب الالتزام لفترة طويلة، بينما الأكل يتسوى في البيت وتعب ممكن نستفيد منه لما إحنا بننشر ثقافة الأكل البيت في عند الأطفال. لو الطفل شاف إن أنا أجيب الأكل من برا بيقول ماما روح أطلب من برا، ليش تقول لي أكل البيت لتأكل مبارا، فناكل أكل البيت نفسه. شوفي أنا محمود بيحكي في مثلا هو كعزابي مش طول الوقت عنده إمكانية إنه يطبخ. لا 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 ما يخصه حين هذا عزابي ولا متزوج دكتورة. الموضوع له علاقة بأن الوجبات اللي عندي هذه إذا وصلتني على التايم مالي زين وبديت أنا أخذها بشكل مستمر، أولا فيها مدروسة السعرات يعني زي مدروسة، اثنين أنا متأكد أنها جاية من جهة 100% دارسة وضعي زين، زايد أنه بتشكل مدخول بعد. أنت أول اشهدوا كل اللي عم بسمعوني في دخل للإدارة وللهيئة كذلك. إذا حبينا أشارك معاكم أعطي رأيي بالوصفات أو أطبخ لك فعليش دكتورة، فأنا حلو الله يخليك دكتورة خليها بعيدة لأن بتمرين الموضوع الصحي كله مواقع. محمود هذا مقترح وأنا حأعمل على تنفيذه يا محمود، وإنت حتكون أول خلص البرنامج ما نقدم الاقتراح. حاضرين أوكي خلاص دم. دعم من عندي وعند الشركات اللي حتى تساعدني في هذا الموضوع، شركات الهيئة يعني. وعلى طار العزابية والزواج في مسج واصلني يقول في دراسة تقول إذا كنت تريد تعرف حقيقة زوجتك في الإيمان والطاعة والرضا بالقدر والتضحية تزوج عليها، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ إذا تروم يلا وش هذه الاستوديو تزورنا يلا وش إذا تروم. عموما جزاك الله خير دكتورة، نتمنى لكم التوفيق دائما في مبادراتكم، مميزين دائما وكل التوفيق. كانت شكرا أشكر شركة نيوتريشا اللي دعمتنا بهذا الموضوع. شكرا دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، تحدثت عن مبادرة توصيل الأغذية إلى منازل المرضى. طبعا احنا وصلنا لنهاية الفقرة الثانية من برنامجنا، عندنا بعد موضوع ساخن بعد الفاصل فانتظرونا ونتذهب ساخن بعيدة. يعمل الأكل هي. يلا فاصل راجعي. صحة وسعادة ورجعنا لكم لتكملة باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أول شيء بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. تمكن أطباء قسم الأعصاب بمستشفى راشد مؤخرا من إنقاذ حياة مريضين من تعرضا لمشاكل صحية كادت أن تودي بحياتهما لولا تدخل الطبي العاجل ورعاية الله سبحانه وتعالى. الحالة الأولى كانت لمريض آسيوي 53 سنة تعرض لجلطة دماغية حادة كادت أن تودي بحياته بعد أن دخل في غيبوبة كاملة، والحالة الثانية كانت لمريضة تعاني من ورم سرطاني نادر. بنتكلم عن هالحالات، معنا في الاستوديو الدكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور سهيل. صباح الخير يا مرحبا دكتورة، صباحك نور دائما. حياك دكتورة. انت موجود استاذ محمود صباح شفتني دكتور شكرا. عموما نتكلم عن الحالتين دكتور. في البدايه نتكلم عن الحاله الاولى، شو اللي كانت تعاني منه، شو لما وصلت المستشفى، شو الوضع بالضبط، وخبرنا كيف عالجته. انزين الحاله الاولى هي للمراه الفلبينيه. هذه اذكر الدكتور مناوبه اتصلوا فيها في الطوارئ ان عندنا فتاه فلبينيه عمرها 27 سنه. اهلها جايبين البنت تشتكي من عدم نور، من زعل دائما، ان مرات تسرح عن اهلها، مرات ما تتكلم، في ضغوط ماليه عليها في مكان عملها وفي في الفلبين. فكانوا متوقعين ان البنت فيها اكتئاب، زعلانه من هذا الامر. فيومين شفناها في الصباح كانت المراه تتكلم عادي، تمشي تتحرك، ومرات تسرح عنك ومرات تتكلم ومرات تقول ما ادري انا وين. فالقصه كلها على بعضها من قوسين الواحد يسميها
سايكوجينك إنه هي ستمثل عليك إنه سوي شيء مع إنه ما فيها شيء. سوينا أشعة دماغ، أشعة الدماغ طبيعية، تخطيط الدماغ طبيعي، أمورها كلها طبيعية، فحص الدم كله طبيعي. فكان بما إنه ما حصلنا مشكلة عضوية فقلنا هذه مشكلة نفسية، ويشوفونها أطباء نفسيين، شافوها أطباء نفسيين الله يكرمهم ودخلوها قسم النفسية. بالباشر قالوا دكتور سهيل الطاقم الطبي في قسم الأعصاب تعالوا بسرعة، البنت ياسة الشنج صابة صرع، وصرع ما تستجاب للأدوية اللي ياس نعطيها، الدواء الأول الدواء الثاني، إلى ما خدرنا البنت تخدير كامل، دخلناها العناية المركزة. خلال 24 ساعة الفتاة هذه مخدرة تخدير كامل في غيبوبة كاملة بالأدوية، حركات لا إرادية وهي في الغيبوبة. في الغيبوبة المفروض يعني ما يكون في حركات طبعا، لما يكون في غيبوبة يعني العقل ما يكون نشيط أصلا، العقل مش نشيط، ونعطيها مصر ريلاكسنت اللي هو تخدير للعضلات وتتحرك 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 حركات لا إرادية في الأيدي. عنده إذا تفتح أستاذ محمود عينها تشوف عينها تدخل هنتين على داخل، بعدين هنتين على برا، بعدين هنتين على فوق، هنتين على تحت، كأن في حد يصير يلعب في جسم هذه البنت. أخاف اللي مسكونة شيء سنكسر مطوع يقرأ عليها شكوا في الموضوع أكيد. فجدا يعني كان الأمر غريب جدا مع وجود أربع أدوية لتنويم البنت وهي تسوي كذا. زين أشعة مغناطيسية عدناها مرة ثانية طبيعية، أشعة مغناطيسية بالصبغة طبيعية، تحاليلها كلها طبيعية، تخطيط الدماغ راوى أن في كهرباء غير طبيعية في الدماغ. فمن الخبرة المتراكمة لدى قسم الأعصاب في هيئة الصحة نعرف أن في أمراض مناعية ممكن تسوي هذا الشيء. هذه الأمراض جدا نادرة، يعني من كل نص مليون إلى مليون تطلع عندك حالة واحدة تجيب نفس هذا الشيء. فعملنا التحاليل هذه وترسلها للخارج لأنها جدا حالات نادرة في مختبرين فقط على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، موجودين في أوروبا، طرشناهم لهناك. النتائج ما تجي إلا بعد أسبوعين، فنحن اتخاذ القرار شو أن معالجة هذه البنت بمثبطات المناعة. أوكي. كتجربة يعني تشوف إذا هل تستجيب أو لا. هي مثبطات المناعة إلى ما تي النتائج. صحيح. إحنا ما عندنا هذا، فخلال 24 ساعة 48 ساعة بدأت مثبطات المناعة، الكورتيزون والأدوية الثانية نعطيها بالوريد مع الأنتي فايرال اللي هي تأخذها. نفس الشيء الفريق قرر لأن من الخبرة أيضا المتراكمة والدراسة وكذا أن في أورام تطلع، هذه هنا الحبكة أستاذ محمود، في أورام تطلع في الجسم، أورام يعني شو دكتور سهيل؟ خلايا سرطانية نحن. الجسم يهاجمها والإنسان بعده ما بدأ فيه السرطان. أوكي. مرة ثانية يعني ما يكون ورم، يكون مجرد الخلايا نفسها، الخلايا نفسها تو بادية فالجسم يكتشفها فيتم يهاجمها. أوكي. هاي الخلايا السرطانية أو الأورام شبيهة في تركيبها الخلقي لخلايا الدماغ. الدماغ تكون في أماكن مجهولة في الجسم، يعني شو أماكن مجهولة؟ في البنات في هذا العمر تكون في المبايض، المبيض مال البنت. صحيح. ينتج خلايا سرطانية شبيهية للدماغ سرطانية، الجسم يقاومها، فيوم الجسم يقاومها الخلايا يقاوم بعدين خلايا وين؟ الدماغ. 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 أوكي. لأنه يصير باي ديفولت إن هذا يتحرى إن هذا خلية سرطانية. نفس الشيء ممكن تطلع في أماكن ثانية في الصدر. أوكي. فإحنا عالجنا البنت لهذا الشيء وسوينا له أشعة مغناطيسية للرحم وللمبايض، طلعت شكلها طبيعي، طرشناها سوينا له أشعة نووية البيت سكان أيضا ما طلع فيها شيء. البنت تمت تقريبا 5 أسابيع. هذا لغز، حالتها لغز يعني. ترى هي هذه، فعادة في الليترتشرز يوم تقراها والمصادر الطبية يتم تأخر في اكتشاف هذه الحالات. ليش؟ لأن الواحد ما عارف شو اللي يصير داخله حالة نفسية، عقب تتحول إلى صرع، عقب تتحول إلى كذا. فالإنسان اللي ما عنده خبرة يضيع 4-5 أسابيع المريض كذا تكون وما يبتدي علاجه. أوكي. فإحنا قررنا في ثاني يوم بعلاج المرأة هذه. أوكي. تمت في غيبوبة هذه البنت مع الـ IVIG اللي هو الانترفينس أمينوغلوبولين على البلازما إكسشينج، غسيل الدماء الدم سوينا له مرتين على جرعات كبيرة من الستيرويد. 5 أسابيع في غيبوبة تامة. فلانة سوينا له فتحة في الرقبة للتنفس. أوكي. أوكي. وخلينا له على أنبوب التغذية بالأنف. بعد 5 أسابيع طبعا خلال هالفترة جت نتائج المضادات الحيوية جدا مرتفعة. أوكي. مال خلايا سرطانية مال المبايض. أوكي. فكان الكلام مع الأهل أن تعالوا هذه البنت ما بتشفى إلا إذا أزلنا المبايض لدينا. وهذه بس عقد قرانة وما عنده عيال.
فكان جدا خبر صاعق على العائلة. احنا يعني بنخسر أكيد البنت أكيد. الآن بنخسر قدرتها على الإنجاب مستقبلا طبعا شيء كبير جدا. فأخذت اللي موجودة هنا قالت أنا ما أقدر أتخذ القرار دكتور سيل اسمح لي. فأنا قلت لهم احنا ياس نسوي اللي عنا أنتوا عليكم تدعون جميل وننتظر. فكان النيو يير الإجازة رأس السنة خلصناها يينا يوم الأحد مو كان يوم الأحد يوم الاثنين أتوقع الدوام البنت ياسة في سريرة بعد ما قمت بزالة المبايض. لا ما زلنا المبايض ما أزلتوها لأن فكانت البنت بدأت تصحى بعد خمس أسابيع أوكي. من العلاج المكثف والفريق ما فقد أمله أنه ممكن أن هذه البنت ترد لنا. طيب فرجعت رجعت البنت يا محمود حالتها ما تتذكر شو الاستوالة في خمس أسابيع شلينا الانبوب التنفس اللي ركبناه لياها الفتحة أوكي. تتكلم تتعاطى ويانا أي شيء يستوعب خمسة أسابيع ما تذكره الخلايا السرطانية الصغيرة المايكروسكوبك شكلها بالأدوية راحت. اللي عطيناها راحت الحمد لله رجعت البنت طبيعية 100%. الأسبوع الماضي سافرت ويا خدته إلى الفلبين وحالتها الحمد لله مستقرة وكل شيء تمام ولا شلت المبايض ولا أي شيء ولا شيء اللهم لك الحمد. فالمسج الفكرة ان دكتور لو في اي مكان ثاني غير مستشفى راشد مع وجود مثل هذه اللجنة الطبية اللي انتم تشكلونها دائما لان هنالك العديد من الاطباء في مختلف التخصصات انتم على كل حالة تسوونها فهذه الشغلة الجميلة مع الخبرة المتراكمة عند مستشفى راشد وعندكم انتم كاطباء بصراحة يعني يعطيكم الف عافية. هذه الحالة الاولى هذه الحالة الأولى. الدرس اللي ناخذه أول شيء أنك ما تفقد الأمل. النقطة الثانية وجود فرق متعاونة مع بعض من أطباء الأعصاب أطباء الجراحة أطباء النفسية حتى النفسية الأشعة وكذا. فهذه كانت درس كبير لنا بالنسبة لها الحالة. الحالة الثانية سريعة أنا تخصصي جلطات دماغية. جانا في صباح أحد الأيام شخص هندي الجنسية 53 سنة سكري وضغط نام الساعة 10 في الليل صح الساعة 4:30 الفجر بعدم توازن سارة تكرمون الحمام طاح في الحمام أهل اتصلوا خلوه في السرير الساعة 6:30 ما تحسنت حالة المريض نقلوه إلى بالإسعاف إلى مستشفى راشد يانا على الساعة 7 كم المدة كانت؟ هي تعجبني ساعتين ثلاث الساعات الذهبية صح؟ صحيح. فيا أبو هو آخر مرة شافوه طبيعي كان الساعة 10:30 في الليل صحة بعدم توازن فإحنا ما نعرف متى الجلطة صارت فيابو لنا الساعة 7 في مستشفى راشد بداية الدوام بعد شوية فسووا له الأشعة المقطعية الريال يوم دخلوا له الأشعة المقطعية كان الجزء اليسار ثقيل بعد ما خلص الأشعة الريال بدأ ما يقدر يتنفس تنفس صناعي على الماكينة طواري وصلنا إحنا أول ما وصلنا الدكتورة المناوبة مواطنة نذكر الدكتورة سلامة شافت الأشعة دكتور سهيل تعال عنا كذا كذا عنا إذا بنقول أتعس أنواع أو أصعب أنواع الجلطات الدماغية هي جلطات البازلر ثرومبوسز اللي هي جلطة جذع الدماغ جذع الدماغي 90% من الحالات هذه يتم فيها الوفاة يموت المريض 10% الباقي يكون الريال في شبه أو المريض في شبه شلل كامل تقن دائم صحيح اللي احنا نسميه locked in syndrome صح. فتم اتخاذ القرار صح ان هذا صور نزلت في الجرايد الانسداد في الشريان لازم ان يفك مع ان المعايير العالمية تقول لك ان انت عندك فقط 4.5 ساعات احنا تعدينا هذا الوقت ولكن we are losing the hope بشكل ما يقولون الريال بيتم في غيبوبة دائمة إذا احنا ما سوينا شيء صحيح. فتم اتخاذ القرار ويا الدكتور أيمن السباعي تم عمل الجراحة القسطرة له لفتح هذا الشريان الحمد لله تم فتح الشريان خلال وقت قياسي إذا ما نقول المريض شفناه الساعة 7:30 الساعة 8:15 هو في القسطرة الساعة 8:45 دقيقة تم فتح الشريان ممتاز 90% وفاة 10% منهم من الباقين يكونون في إعاقة مزمنة أو لوكدين سيندروم الريال بعد 4 أسابيع يالس على كرسي عندنا فيديو يحرك الأربع أطراف في عدم توازن خفيف عنده شوي يشوف الصورة صورتين يبلع يتنفس طبيعي ياس على كرسي هذا نعتبره إنجاز في هيئة الصحة لأن البازلر ثرومبوسز 90% is the death صحيح. مرة ثانية من ساعدنا في هذا دكتور سهيل إسعاف دبي لهم الشكر لأن سرعة نقل المريض صحيح. رقم 2 الطواقم الطبية اللي موجودة في هيئة الصحة وفي مستشفى راشد كيف تعاملت مع هذه بسرعة كبيرة جدا الرسالة للمجتمع
خدماتنا مميزة، أطباءنا مميزين، صحيح. الطواقم الطبية مميزة، الكوادر اللي موجودة فيها نفتخر فيها حقيقة، موجودين إحنا لخدمتكم، موجودين إحنا لمساعدة المرضى، موجودين إحنا للمعاونة والمساعدة في أي وقت. صحيح. وظنها يركز حتى دكتور سهيل على الرسالة دائما تقولها لما تطلع معنا في صحة وسعادة، على الدقائق الذهبية أو الساعة الذهبية لما إحنا نشك إن عندنا فرد في العائلة مو متأكدين شو ممكن يكون فيه، فما نضيع الدقائق هذه ونتصل على طول في الإسعاف. اللي هي كلمة عاجل دكتور، هذه اللي أنت دائما تستخدمها، عاجل. ليش عاجل؟ خبرنا. عاجل الكلمة هي من اللغة الإنجليزية فاست، عاجل اللي هو إذا رأيت لدى المريض أو لدى الشخص المقابل لك عسر في حاد، عسر في النطق أو الكلام، العين هذه، الألف انحراف في جزء من الوجه، الجيم ضعف جزئي في جهة من الجسم، لا تتأخر في الوقت والحياة، في كل دقيقة تتأخر فيها لنقل المريض لأقرب مركز للجلطة الدماغية يفقد الدماغ 1.9 مليون خلية دماغية، حوالي 2 مليون في الدقيقة. فعشان كذا قلنا العاجل، عشان كذا توادرنا الطبية فاهم هذا الأمر. طيب دكتور، بس ما ناخذ هذه المداخلة من بمصبح، تفضل بمصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر لي بمصبح لأن خلاص داخلين على نهاية البرنامج. والله أول شيء أوجه تحية لإخواننا في هيئة الصحة، من كلهم من رأس الهرم لين أصغر واحد، الله يطول عمرك. شكرا وندل شيهات كاتب الإخوان الإدارات الثانية، الله يطول عمرك على نجاح الإخوان كلهم، الله يحفظهم إن شاء الله. ووجه تحية بعد لإخواننا في مركز الممزار الطبي، الله يطول عمرهم، والمتمثلة في أخت أمينة المهيري وزهرة جمع، الله يطول عمرك، معاملتهم الطيبة مع جميعا من صغير لين كبير، الله يطول عمرك. ومنبركم هذا منبر سعادة، منبر شكر، الله يطول عمرك، منبر إيجابية، وشكرا لكم ولأم خليفة والجميع المستمعين. شكرا لك. شكرا لك أخوي على رحمة الله والديكم، الله يطول نهارك سعيد. شكرا لك. طيب دكتور، في عندنا إن شاء الله دكتور، والله شوف انزين، بس أكدك على سؤال في عيني دكتورة. سؤال، هل حبة الاسبرين تسعف المريض المصاب بالجلطة قبل نقله للمستشفى؟ سؤال جدا جميل. لا، ما تعطي حبة اسبرين، لأن احنا ما نعرف إذا هذا نزيف ولا جلطة انسدادية، الأشعة هي اللي بتراوينا هالشيء، لأن لو طلع عنده 20% ممكن تكون جلطة نزيفية، الدم منفجر الشريان، فإذا أعطيت اسبرين أنت سويت كارثة للمريض، فما تعطي اسبرين، تنقله عبر الإسعاف للجلطة الدماغية، تنقله عبر الإسعاف لأقرب مستشفى متخصص في هذا المجال. إذا ما أعرف أنه جلطة دماغية، أنا في واحد الله يهدي دكتور يلعب رياضة حس بألم، كان يعطيه ردبول، قال يمكن فيني رقاد. أي مسكين فقير. اليوم الثاني ناقلينه، وين اليوم الثاني؟ في نفس الليلة ناقلينه بالإسعاف. فعشان تي دكتور سيل يقول إذا شكيت، دائما إحنا نقول حتى إحنا في العند دكتور نقول الناس لما يجون المتعاملين يقول إذا كيف عارف لازم أتصل في الإسعاف أو لا، إحنا دائما نقول اتصلوا في الإسعاف، خلي يوصل الإسعاف. هو ترى وظيفة الإسعاف هي هاي، أنا صعب أوفر طبيب لكل بيت، ولكن الإسعاف أقرب إنه يوصل ويحدد. طلعت جلطة ترى بيقله، ما طلعت جلطة ممكن مثلا حتى الإسعاف يبقى العيادة إذا في حالة مرضية أخرى. الإسعاف كلهم متمكنين متدربين. صحيح. لديهم أطباء في الإسعاف. إسعاف دبي يعتبر أرقى إسعاف موجود على مستوى المنطقة. إذا شفت الوالد الوالدة الزوجة الزوج العيال أو صديق أو في مول يشتكي من أعراض، أي أعراض، صداع شديد، ضعف، عدم توازن، خربطة في الكلام، إسعاف دبي يجي يشوفه، إذا يحتاج النقل خلال 8 دقائق يتم نقله للمستشفى الصحيح. صحيح. أكيد دكتور، أنا يعني من مشاهدات شخصية، أنا ما أدري هذا الكلام سليم ولا لا، ولكن لاحظت أن في ناس منقطعين عن الرياضة فترة، لما يرجعون يلعبون رياضة زين بعد فترة تطلع لهم هذه الأعراض مالت الجلطة زين، وممكن حتى ينقلون للمستشفى، كانوا مدخنين كانوا كذا شو ما كان، لكن تيهم الجلطات عموما بهذا الشكل. شو علاقة أنك أنت توقف الرياضة وترجع مرة ثانية تلعب وتيك هذه، في علاقة بهذا الموضوع ولا لا؟ شوف، ممكن تتكلم عن الجلطة القلبية مش الدماغية. الإنسان اللي كان يمارس رياضة وإنسان رياضي وترك الرياضة وبدأ في التدخين وارتفع عند الضغط والكوليسترول والدهون واتسئبر، أوكي، ضعفت عند عضلة القلب. أوكي. فأخونا هذا يبقى يرجع شكل ما كان غزال قبل 10 سنوات ويحمل جسمه هذا العلب الكبير. صحيح. خلال فترة
قصيرة جدا، فللأسف يتعرض لقصور أو احتشاء في عضلة القلب. شيخ المقال رسول الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع صح؟ فأنت بترجع للرياضة، ارجع له بالقليل الدائم، حاجة خفيفة حاجة خفيفة، ابني رياضاتك. انت ادرى مني في هذا المجال استاذ محمود، فيرجع لي المستوى الطبيعي. للمستوى الطبيعي تفضل. يلا دكتور، السؤال من طريق المسجات، اذا كانت جلطه كيف نعرف عشان نلحق الدقائق الذهبيه؟ اخونا محمد مدبي. الله يرضى عليك اخي محمد، الكلام اللي قلناه كلمه عاجل، ذكروها، عسر في النطق، انحراف في زاويه من الوجه، ضعف في جزء من الجسم، لا تتاخر، الوقت هو الحياه. اذا شفت واحد مهل اثنين هذه اعراض جلطه دماغيه، لا تنقل المريض بسيارتك، اتصل اسعاف دبي بيودونا للمكان الصح. جزاك الله خير يا دكتور، نحن نتمنى لكم التوفيق، يعني انجازات كبيره حقيقه ما كانت يعني لتحدث لولا بتوفيق الله طبعا في البدايه، ولكن ايضا هنالك يعني كوادر وبشريه وعلى مستوى عالي من الخبره ومن مستوى عالي من العلم، فنتمنى لكم التوفيق دائما، وان شاء الله يا رب يعني تكون مثل هذه الحالات نقدر نطرحها في المحافل الدوليه دكتور، لان حالات نادره مثل ما انت ذكرت في هذا الوضع. شكرا لك. تحياتي، شكرا جزيلا استاذ محمود، شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك دكتور سيد. دكتور انت عندك انحراف هذا؟ عندها دكتور ولا؟ هو زعلان لان عندي حور بسيط، فهو زعلان محمود. يبغى يفضل. لا زعلان، بالعكس ما شاء الله عليك دكتور، احنا نتمنى لك التوفيق دائما، ما قصرتي. اتمنى لك اجازه سعيده اليوم خميس. اشوفك قلت خميس ونسيت التليفون بعدنا ما خلصنا. زين نرد على العيادة، طيب شيء لي مسج. زين شكرا لك دكتورة لدى الملة. شكرا. كل الشكر للدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد، كان يحدث عن إنقاذ مريضين بمستشفى راشد من جلطة دماغية حادة وورم سرطاني نادر. فكل الشكر لكل العاملين في مستشفى راشد والعاملين في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك ميرا الغفلي. تسلم يا ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثك محمود يوسف العلي، وإلى الملتقى إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.